أستاذة سوها، طبعا بالتأكيد نبدأ مع بعض. لجنة الطفل زي ما قلنا، يعني طبعا انا بكمل على كلام وليد وبرضه باكد على الروح الجميله جدا اللي موجوده داخل اللجنه العليا وكل الرؤساء اللجان. الحقيقه في حاله انكار ذات وتفاهم، ومفيش حد بيتمسك بفكره معينه، لا حتى فكره يلا نطلع بالازمه بمليون حاجه ليها لازمه كلنا شاركنا في طبعا هي خرجت من لجنه المراه، بدانا نقول طب هي يلا ولا هنطلع ولا ما تيجوا، طب يعني عارف انت فكره الحوار دي كانت كانت حلوه جدا. فيا رب السلوجان ده او الهاشتاج ده يسمع مع الناس، فعلا احنا هنطلع بمليون حاجه ليها لازمه، بالذات الاطفال. وجود الطفل في البيت لفتره طويله كده، طبعا الطفل ده طاقه يعني هي، وممكن يكون عنده مواهب غير محدودة. وممكن على فكرة احنا في صخب الحياة، وان احنا ممكن نكون كتير جدا مش يعني مركزين شوية مع أطفالنا، فدي فرصة، يعني فرصة انه الناس قاعدة في البيت، الأب والأم مركزين قوي مع أولادهم، احنا ممكن نلاقي الطفل ده عنده موهبة، بيغني، عنده بيرسم، بيعمل حاجات حلوة كتير جدا. فدي فرصة كويسة جدا من خلال بقى المبادرات اللي احنا هنطرحها، انه انت تتعرف على موهبة ابنك، وممكن من خلال عائلة الأهلي، واحنا بنوسع قاعدة الممارسة للجميع. على فكرة يا جماعة، احنا عايزين نقول انه كل يعني ان شاء الله الأزمة دي تعدي وهنطلع منها بمليون حاجة ليها لازمة. الشيخ زايد ومدينة نصر، وطبعا في الطريق التجمع الخامس، في الفرع في الأقصر، في كل دول عيلة الأهلي كبيرة جدا، وهيبدأوا إن شاء الله كله يشارك وكله يكون متواجد من خلال المبادرات المختلفة. فاكتشاف المواهب، إنه حتى الطفل كمان ممكن يساعد جوه بيته إن هو يكون فعال، ممكن يغير حتى في أوضته، ممكن يبتدي أصلا يدور على الحاجات الجميلة اللي هو ممكن يعملها، مشغولات بسيطة بإيديه. ممكن كل يكون فيه على فكرة معرض كبير بعد الأزمة دي إن شاء الله ما هتنتهي، وهيكون فيه كمان زي مسابقات إن احنا نشوف الأحسن بإذن الله. انتوا كمان لجنة الطفل بتتكلموا على مسابقات، ممكن رسمة جميلة وسط أهالينا، يعني كمان في كل مسابقة في هاشتاج وفي شعار. بالظبط كده، كل لجنة رفعها بالظبط، يعني هي دي بالظبط مصر في عيون أبنائها، من خلال رسمة جميلة وسط أهالينا. دي الشعار اللي احنا من خلال كذا يعني مبادرة يعني الناس هتشترك فيها بإذن الله، يبقى مكتوب على اللوحة اسم المتسابق وسن المتسابق ورقم العضوية، وطبعا هيرسل على الإيميل اللي هو هيكون موجود على الشاشة. الرسمة دي طبعا احنا عايزين في الطفل من خمس سنين لتسع سنين، ومن تسع سنين لتلتاشر سنة. هيتم اختيار 10 فائزين من كل مرحلة، هيكون عندهم هدية ان شاء الله يعني قيمة جدا. وممكن كمان اقول انه باذن الله يعني الطفل ده عارفين انه رمز ونجم كبير زي كابتن بيبو وكابتن محمود الخطيب، لما نقول لكم هو ان شاء الله سلمكم الجائزة، فده حافز كبير جدا بإذن الله. دي في حد ذاتها جائزة طبعا. أكيد إن شاء الله. طيب، لجنة المرأة أبدأ بيها كمان أو أتكلم عليها، لأن اللجنة كانت صاحبة الفكرة اللي طرحت هذا الموضوع. لجنة المرأة مش تحيز بقى بجد يا محمد، فعلا شعلة نشاط. يعني مش قادرة أقول لك، طبعا عايزة أقول بس حاجة مهمة جدا، إنه لا عشان بس ما ننساش نأدي لكل واحد حقه. لجنة الطفل برئاسة الأستاذة نداء داوود، وطبعا كل أعضاء لجنة الطفل. لجنة المرأة برئاسة الأستاذة أنهار أنديل، يعني قد كده متحمسين جدا. أنت طبعا عارف يعني إيه الأم، هي لجنة المرأة هي بتمثل ده قدامنا حتى على الشاشة. ده بالظبط كده المبادرة بتاعت لجنة المرأة. لجنة المرأة مبادرة لجنة خير جدا على فكرة، وهي يعني ده جزء من مجموعة كبيرة جدا من الأفكار. وأنا طبعا يعني ليا الشرف إن أنا موجودة معاهم جوه لجنة المرأة، وبنتناقش مع بعض على طول. زي ما بقول لك قد كده متحمسين وجمال جدا. فإحنا عايزين طبعا المجموعة كبيرة جدا، كل مصر دلوقتي خلاص الستات قاعدين في البيت، عايزين ان احنا نستغل الوقت ده اللي هم متواجدين في البيت، يغيروا حتى حياتهم، يغيروا نفسهم، يستغلوا ويستفيدوا بكل دقيقة هم موجودين فيها، تغير في بيتها، في علاقاتها الاجتماعية. طبعا يمكن حتى ممكن تكون
موجودة، ولادها بينزلوا وبيخرجوا، شريك حياتها بيخرج ويرجع، لكن الفترة الطويلة دي ممكن هي تستغلها بحاجات كتير جدا. طيب المبادرة مبادرة خير في أي إطار بقى؟ أنا بس هكمل لك حاجة عشان نوصل لغاية المبادرة، إنه من خلال برضو اللي احنا عايزين نوصله من خلال لجنة المرأة، إنها تحافظ على رشاقتها، تمارس رياضة وهي في البيت، تحافظ على تقرأ، تعرف تاريخ بلدها، تعرف حاجات كتير جدا، تتعلم لغة، تسمع مزيكا، تتفرج على الأفلام، كل ده يعني أفكار احنا تناقشنا فيها. اما وصلنا الحقيقه لل يعني خليني اقول لك الخلاصه بجد، لان قلنا لازم فعلا احنا ممكن بشكل فردي نستفيد بالافكار دي، لكن بقى بشكل فعلا المجتمع الاهلي يستفيد بيه، وده برضو رساله للمجتمع المصري بشكل كامل. انا لما بقعد في البيت كده يومين ثلاثه اجازه، اول حاجه بتيجي عندي ايه؟ ان انا اقوم كده اشوف الدولاب فيه ايه، الحاجات اللي يعني بقى لها فتره كده انا ما استخدمتهاش. وفي على فكره في علوم كتير جدا طاقه المكان وحاجات كتير اللي هي الحاجات اللي ممكن تدي لك طاقه ايجابيه، التجديد. لو انت في حاجه مرت عليك في بيتك سنه كامله انت ما استخدمتهاش، لازم تعرف ان دي مصدر طاقه سلبيه موجود في البيت، لازم تتخلص منها فورا. ممكن انت ما بتستخدمهاش لكن هتبقى هي مصدر طاقه ايجابيه لغيرك. بالظبط كده، وتبقى قمه السعاده. فدي بقى فرصة يعني بوجه كده من خلال كاميرا قناة الأهلي وكل المشاهدين اللي بتابعونا، الكاميرا معاكي، قوم بقى افتح دولابك في بيتك. مش بس يعني الـ الستات على فكرة، هي صحيح من لجنة المرأة لكن برضو عزيز الرجل ممكن يشارك. تمام. الأطفال، الأولاد، البنات، كله يشارك. افتحي دولابك أو افتح دولابك، شوف إيه الحاجة اللي انت بقالك فترة ما بتستخدمهاش. ما بنتكلمش خالص على انه تبقى حاجة قديمة او حاجة خلاص صعبة جدا، لكن لا، تقدر ان انت فعلا تديها لحد تاني، تديله طاقة ايجابية، تديله سعادة. واحنا بقى ايه يعني عايزين تجهزوها، آلية بقى احنا ان شاء الله هنستخدمها ازاي، هيتم ازاي، هتبقى تتصرف من خلال طبعا الادارة التنفيذية طبعا في النادي الاهلي. تمام. وعلى فكرة استاذ محمد بن او العميد محمد مرجان المدير التنفيذي متعاون معانا جدا وعلى طول متواصل معانا في اللجان العليا والعلاقات العامه. فاحنا اليه بقى ان احنا ده هيوصل ازاي وهنتحرك فيه ازاي هنقول لكم بعد كده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله. لجنه الشباب برضو عندها مبادره. هو لجنة الشباب عملت حاجة، هي مش مبادرة على قد ما هي عايزين يوصلوا لنا رسالة لايف ستايل، أو يعني طريقة إزاي إن احنا نتواصل بيها. هم عملوا أول اجتماع ليهم أونلاين، دي صورهم حتى في الفيديو كونفرنس. بالظبط كده، بالظبط كده، كان تواصل أونلاين. فهو ده الفكرة اللي عايزة. طبعا الشباب كلهم موجودين دلوقتي أونلاين، ولجنة الشباب الأستاذ أحمد حسام عوض، هو دي الفكرة اللي هم عايزين يوصلوا، ان احنا نقدر نتواصل بالاونلاين، وحتى العيلة الواحدة ممكن العيلة يكون فيها حد مسافر بره، حد موجود هنا، حتى اللي موجود مع بعض احنا في القاهرة، حد في التجمع، حد في الشيخ زايد، حد هنا، حد هنا، ممكن يتجمع اونلاين. فدي فكرة انه احنا مش بعيد، احنا قريبين. تمام. نقدر ان احنا نتجمع. طيب برضه هيبقى في مسابقات معمولة بالنسبة للجنة الثقافية. بالظبط، مسابقات في الشعر، اللجنة القصة القصيرة. ده مهم جدا. طبعا احنا لما يكون عندنا في اللجنه الثقافيه برئاسه فنان مصر كلها بتفتخر بيه، يعني الحقيقه مش بس النادي الاهلي، الاستاذ خالد جلال، فده يعني عظيم، مخرج المسرح العظيم، عظيم بجد. عظيم. انا يعني ليه الشرف ان انا اصلا بتكلم عنه. ففي اللجنه الثقافيه بقى عاملين الحقيقه المبادره بتاعتهم، احنا عايزين نطلع كنوز الطاقات الفنيه اللي موجوده في النادي الاهلي. هتعلن طبعا من خلال اللجنة الثقافية انه هيكون في مسابقات شعر فصحى وعامية وقصة قصيرة. تمام. شروط المسابقة هتكون العمل لازم يكون مكتوب باللغة العربية، التقدم هيكون بعمل واحد من خلال كل فرع من فروع المسابقة. العمل مكتوب يعني طبعا بحجم مناسب ومناسب، ثلاث نسخ، ما يكونش العمل فاز بأي مسابقات تانية، 1000 كلمة بس، وتقديم الأعمال خلال أسبوعين من إعلان المسابقة. وطبعا برضو الإيميل موجود من خلال الشاشة يعني. أكيد طبعا. تم نشر كل المبادرات وكل الأفكار دي عبر الصفحة الرسمية اللي هي المتعلقة بعائلة النادي الأهلي الفيسبوك، وبالتأكيد هيتم التواصل الفترة الجاية من خلال الموقع الرسمي عشان تبقى الناس كلها مطلعة
سواء اونلاين من خلال هذه الاخبار والمبادرات. لكن الشيء اللفت للنظر بالنسبه لي واحنا بنتكلم على لجنه الشباب ان الاجتماع اللي كان فيه الصور لكل اعضاء اللجنه